إذن سيادنا مرحبا بكم معنا في هذا اللايف من جديد، لايف مباشر من مدينة فاس. كما كنشوفوا دائما في الستة كتكون لومبوطياج وكيكون شويه الزحام ديال الطريق. من خلال هذا اللايف بغينا نشوفوا كيفاش نتوما كتعاملوا مع لومبوطياج، خصوصا في 12 وفي 6. اغلبيه ديال الناس كيتعصبوا في لومبوطياج، يعني اغلبيه الناس كيتعصبوا في لومبوطياج. كاين اللي كيبقى يدير شي سلوك اللي هو خايب، كاين اللي كيبقى يدوب على الشمال وعلى اليمين، كاين اللي كيستعمل كلاكسون بواحد الطريقه اللي هي ما عرفتش كيفاش غادي نوصفها. يعني لهذا بغينا نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع لومبوطياج في الزحام، وكيفاش نتوما حتى تتعاملوا مع لومبوطياج خصوصا في اوقات اللي كيكون فيها الزحام وبزاف ديال السائق الله يهديهم اللي هما كيديروا الزحام بلا لومبوطياج. كتلقاه مشغول في واتساب او لا مشغول في تيهضر مع شي صديق ديالو هكا بحداه وكينسى بلا في الشعل. اذا نتوما نفتحوا باب النقاش من خلال التعاليق ديالكم في هذا البث الحي والمباشر، وبغينا نعرفكم كيفاش تتعاملوا مع لومبوطياج ديال 6، وكيفاش كتجيكم السلوكيات ديال بعض المواطنين اللي كيستعملوها في اوقات الدلوه. اذا نرجعوا نقراوا السنابيل. سلام، مرحبا بك معنا ساره. ساره قالت لك نشوفوا الترام كيكون بالنسبه للترام على بالنسبه للناس ديال الرباط وجده، يعني تنظن ان كل واحد عنده يعني الطريق منين كيدوز. كاين التشويه الطرقي، كاين بزاف ديال الامور باش تنظن ان ما يكونش زحام. ولكن حنا الموضوع ديالنا كنهضروا في فاس، لان فاس ما عندناش طرام. المهم بغينا نصدوا جميع السلوكيات اللي كيقوموا بها مستعملين الطريق. بعض المرات كنشوفوا لومبوطياج كيسبب لنا في الدباز، كينزل واحد وكيشنق على مول الطوموبيل. علاش؟ على والو، حيت كلاكسون عليه او زعف عليه. وحنا كنعرفوا دائما السياقه قبل ما تكون سياقه فهي اخلاق، اللي كتلقاه مخلق في السياقه ديالو كتلقاه مخلق حتى في الحياه ديالو، واللي كان منظم كذلك في قانون السير تيكون منظم حتى في الحياه ديالو. اذا لهذا حتى نبغيو حنايا نصدو جميع الامور اللي كتهم جميع المواطنين، خاصه مستعملين الطريق، لان الاغلبيه ديال الصداع او الدباز كيوقع في الطريق على والو. الطريق دو واحد ما داش فيها كيدوزلو فيها الاخر وكيدخلوا في صداع كبير. وبعض المرات كنلقاو شي وحدين كيدابزو في الطريق اولا في الشانطي، كتلقى ضرب واحد المسافه طويله ولا اخر اللي هز عليه يديه تبعو وبارا في الطريق وكينزلو وكيبقى قوه قاله، كيضيعوا هما الوقت وكيضيعوا الناس الوقت، كاين اللي عنده خدمته كاين اللي عنده بزاف الامور. لهذا بغينا نفتحوا اليوم باب النقاش ونكونوا صريحين بزاف، يعني نكونوا صريحين في واحد الموضوع اللي كنعيشو دائما. نشوفوا حتى نتوما كيفاش كتعاملوا، واش يعني المغاربه كلهم كيدابزوا في الطريق خصوصا ملي كتكون عندهم الزحام، ولا بعد المغاربه، وكيف الراي ديالكم في بعض السلوكيات ديال السائقين السيارات اللي ملي تيكونوا في الشانطي او تيكونوا في شي بلاصه يعني كينوضوا كيدابزوا. اول حاجه علاش؟ على والو. سي ايوب مرحبا بك معنا خويا في هذا اللايف. حنايا بالضبط في الطريق مزال وكنشوفوا تنصدوا الحركيه ديال مستعملين الطريق وكذلك مستعملين السيارات، وكنشوفوا السلوكيات ديالهم يعني كيفاش كيتعاملوا في الطريق. يعني مازالين حنايا الى واحد كلاكسون على واحد راه كينوض بالدجاجه ويقول سوا وياه يدخلوا في السب والشتم على والو. ربما الاخر ينزل الطوموبيل وينزل عنده ويزيدو كبروا الموضوع يبلونطيو الطريق، يعني امور كبيره بزاف اللي ما خصناش نكبروها. يعني في اوقات 6 ولا في اوقات 12 يعني كل واحد يمشي في الطريق اللي ديالو، والحمد لله كلشي غيوصل في الوقت. اللي خاص شويه ديال الصبر وشويه ديال التسامح وشي يسمح لشي باش الى الامور بغيناها تمشي بخير وعلى خير. هذا الغايه ديالنا من خلال هذا البث المباشر على قناه شوف تيفي. نرجعوا نقراوا كاوتار كانت توحشات مدينتها. مرحبا بك اختي كاوتار في مدينه فاس، ومرحبا بك معنا في هذا اللايف. كما تنعاود نجدد كل ما تلتحق بنا اللحظه في هذا اللايف، حنا الموضوع ديالنا هي نشوفوا السلوكيات ديال كل مستعملين الطريق خصوصا في اوقات الدلوه اللي معروفه بالمبوطياج، اوقات ديال 6. واش حنا كندابزو على الكلاكسون؟ واش الى زيانا شي واحد كنوضو نطيرو فيه وما نخليوليش؟ اولا شي وحده عندها يلا 90 مازال ما كتلقى يديها وكتسكت لها الطوموبيل وكيزيدو هما يخلعوها بالكلاكسون تيت تيت تيت، يعني كيكرهوها في السوكان. يعني بغينا نشوف واش كاين تسامح، يعني بخلاصه واش كاين تسامح في الطريق، واش حنا شي كيسمح لشي ولا لا. نرجعو عند كريم. مرحبا بك خويا السي حسين، تحياتنا ليك. منال قالت لك اجيو للناضو. مرحبا، شكرا اختي منال، تبارك الله عليكم، مرحبا بك معنا في هذا اللايف. كاين زملاء في الناضو.
اذا احنا مازالين يعني مازالين يعني كنهضروا على الموضوع ديال لومبوطياج وكنسمعوا الكلاكسون ما كيحبش. يعني الكلاكسون ديال الطوموبيلات على حاجه بسيطه ما كيحبش، ولهذا هو الموضوع ديالنا باش بغينا نشوفوا واش حتى نتوما يعني ما كيعجبكم السلوكيات ديال بعض واش يدوا مع الكلاكسون. وكذلك حتى المالين الدرجه الثانيه اليوم الماتا الا كانوا معنا في اللايف دائما ما يبقاش يدوب على اليمين وعلى الشمال، شحال واحد تيكون غادي بالطوموبيل حتى يدوب كيقسم موتور تيدوب له من البلاصه اللي ما خصوش يدوب بها، ولا هو دايز ولا خو كيدوز معاه ما كيشوفوش. يعني الله يهدي مالي الماتا يعني كيمشيو بواحد السرعه اللي هي كبيره. نتمنى والله الله يهديهم. نرجع لمصطفى، قال السلام عليكم اخي، انا زرت جميع المدن بدون استثناء يعني جميع السلوكيات، شكرا لك.